المصري امام المنتخب الاثيوبي بهدفين دون مقابل. سرد واحد شمامي الان اسماء اللي ستدخل، خصوصا ننتظر التشكيل الاساسي بالنسبه لوحيد الروسيش. ونحن نتابع في الصوره الناخب الوطني وحيد مطالب اليوم ان يقدم اقصى ما لديه. الجمهور المغربي ينتظر مباراة كبيرة، ينتظر الانتصار، ينتظر الأدوات، ينتظر كذلك يعني استفاقة مجموعة من الأسماء التي لن تكون في الموعد في آخر مباراة الأسود المنتخب الأمريكي. صحيح، ننتظر الانتصار وأيضا الأداء و يعني الظهور الجيد واللائق بالمنتخب الوطني وباللاعبين. ربما تكون ردة الفعل ديال اللاعبين لأنهم هما عارفين بأن المباراة ديال الولايات المتحدة ما كانتش في المستوى المطلوب وهما حسوا بها، فتنظن بأنه خصهم يديروا واحد ردة الفعل اللي باش تخلي الاطمئنان داخل الأجواء ديال المنتخب الوطني. هذه الأمور اللي ركز على الناخب الوطني فهيد روسيتش مباشرة بعد وصول أو عودة بعثة المنتخب الوطني المغربي لأرض الوطن. واصلت الاستعداد بمركز محمد السادس لكرة القدم. الناخب الوطني وقف على مجموعة من المعطيات خصوصا تلك السلبية كما قلنا التي يجب تصحيحها في هذه المباراة. بالنسبة لك فتح العلوي، ما هي هذه الأمور التي يجب الاشتغال عليها؟ ما هي الأمور التي يجب تصحيحها في المباراة التالية؟ أولا طريقة اللعب، فأنا يمكن نكون غلط ولكن هذيك 3-5-2 أنا بالنسبة لي الطريقة ما كتمشيش مع الفريق الوطني، ما عندوش مؤهلات لها. كنكونوا مرتاحين ملي كنلعبوا 4-4-2 ولا 4-2 3-1 ولا 4-3-3، عند اللعبه كيكونوا مرتاحين اكثر. زيد على هذا ان حتى يمكن اختيار اللاعبين نحاولوا الاختيار يكون دقيق ويكون يكون فيه شيء من المنطق باش ندخلوا.